مرحبا بكم يا احلى واغلى ناس في برنامج الحب مع شهرزاد. راح نسمع قصص علاقاتكم الجميله. سلامي ليك يا شهرزاد والكامل اللي تابعوا فيك، وانا من بيناتهم. رسلتك باش نشكر امي الثانيه، وراح نستقبلكم ونسمعكم بقلبي. وراح نطيب لكم أطباق متنوعة وبنينة. وراح نديكم في قلبي ذكرى جميلة وحبرة كبيرة. يقال إن العرفان بالجميل من أعماق القلب شيمة الأرواح النبيلة. للحب مع شهرزاد في رمضان على شاشة سميرة.